بعد بداية مثالية في مجموعة دوري أبطال إفريقيا، حل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على سيمبا التنزاني، وغايته العودة بالنقاط من ميدان ذاق مرارة الخسارة عليه الموسم قبل الماضي. المحاولة الهجومية الأولى لأصحاب الأرض انتهت بين يدي الشناوي. الأهلي رد بتسديدة كهربا التي اتجهت نحو المرمى لكنها علت العارضة. سلاح التسديدات كان أنجع لدى لاعبي سيمبا. لويس ميكيسوني نجح في وضع فريقه في المقدمة مدونا أول الأهداف. حامل اللقب بحث عن التعديل قبل الاستراحة لكن سعيه لم يكلل بالنجاح. بين الشوطين تعاهد لاعبو الأهلي على تغيير النتيجة لكن محاولتهم افتقدت للدقة المطلوبة. ما تبقى من أطوار المباراة تراوح ما بين محاولات أصحاب الأرض لتعزيز التقدم وسعي الأهلي من أجل العودة في المباراة، لكن الوضع بقي على ما هو عليه ليتكبد حامل اللقب الخسارة ويتراجع إلى المركز الثالث في المجموعة فيما اعتلى سيمبا الصدارة.